القوات المسلحة أعلنت على صفحتها بنشر فيديو، أعلنت إن هي قامت بتنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء، والحقيقة كانت مفاجأة كمية الأسلحة اللي وجدت في المكان. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الآتي: مقتل 7 فرد تكفيري، تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، وعثر بحوزته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولتهم الهروب، وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعا. ضبط عربة دفع رباعي وعدد 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، اكتشاف وتفجير عدد 10 عبوات ناسفة، ضبط وتفجير عدد 4 حزام ناسف، ضبط عدد 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و3 مسدس 9 ملي و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد 12 تليفون محمول أنواع، وعدد 4 جهاز لاسلكي، و5 شدة ميدانية. هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن. عزيزي المشاهد، بتهيألي دلوقتي فهمت ليه كنا بنتحدث مع اللواء ناجي شهود حوالين التسليح القديم واليدوي والعادي. بصوا الإرهابيين معاهم أسلحة قد إيه، من يعني لو أنت حطيت كل تركيزك بقى في حروب الجيل الرابع وركزت على أجهزة الكمبيوتر واللابتوب ومش عارف إيه، هو بقى داخل لك وأنت مش عامل حسابك، داخل لك بالآلي بتاع زمان، وداخل لك بالكلاشينكوف، وداخل لك مش عارف الحاجات العجيبة اللي شفتوها دي كلها، مع بؤرة إرهابية واحدة في يعني في وسط الزراعات في شمال سيناء. ربنا يرحمنا وينجينا من كل الشر وأهله.